صعد المستوطنون في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق من هجماتهم المسلحة التي تستهدف الفلسطينيين في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية. فبعد ساعات من مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شخصين برصاص مستوطنين بمحافظة نابلس. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فقد قتل شخصان برصاص مستوطنين في بلدة عقربة جنوب نابلس، مشيراً إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت فرق الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليهما واحتجزت جثتيهما. وزارة الصحة أكدت ارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين في الضفة منذ الجمعة الماضية إلى 9 فلسطينيين وإصابة نحو 75 آخرين، بينهم 14 مصاباً بحالة خطيرة. يتزامن ذلك مع اقتحام الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية والشروع في عملية تفتيش عدد من المنازل، إضافة إلى اقتحام بلدة حبلة جنوب المدينة حيث اعتقل 4 أشخاص على الأقل وفقاً لمصادر محلية. بدورها أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 9 فلسطينيين مساء الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي وهجمات شنها مستوطنون طالت عدة قرى بالضفة الغربية واستهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك إحراق منازل وسيارات، مشيرة إلى أن الهجمات تركزت في محافظات قلقيلية وسلفيت والخليل وبيت لحم. ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة كثف الجيش الإسرائيلي من عمليات الاقتحام للضفة الغربية ما أسفر عن مقتل 468 فلسطينياً وإصابة نحو 4000 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 8000 شخص وفق مصادر حقوقية فلسطينية.